السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وكان وحوها صبناه صلى الله عليه وسلم ينهى متريبه عن الصلاة صلاة تجاه القبر، قبرك حق سلوتك، قبرك هرت هذا إلى حق سلوتك. أو فيقول وحريجر صبناه صلى الله عليه وسلم لا تصلوا ورهوتك نينا إلى القبور، قبور تحق إذا هوتك نينا، ولا تجلسوا عليها هنا كدل فريسانينا، قبورته دوش هذا هو استاجنا أو هكذا الفريسانينا. ولذلك الرواية كلا وحقه قف قبره وكذا الفريس عقوبة ديسة وحكب دور الله إني ملع كل إنه كذا الفريس قبري أدل كذا الفريس وحكاية خير بنا هذا هو ملع كذو تي ودبل الجليه ملع على يقنا وأكيد على الأوتر هاي الأرض ملع كذو ودبل الجليه إنه كذا الفريس تقف يا أول خير بنانا أنتوا قبر قدر فريسين لها هل سوي مرك قبورتي الودر سعنين. والنبي صلى الله عليه وسلم نمبو أركي كباس هاندل وطو قبورتي الحر داي يا صاحب السبديتين ورنكا كباس هاندل قبورتي الحبا كلاحبا لقبورتي يا لها قبورتي الودر سعنين لما أقول ما لها وضاد كمر إن الكدر استاكتم ميا ولا تجلسوا عليها هانا كدر فريسين. النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث وحصص صار مسلم أبو داود ابن غزيمة انتبه ماشى وفكرها اللي صلاة أو قبري لو تكذب حق هذا قبري نور نوع من آخر إنه هرت هذا يهي ما إها إن الحيطان كي دائرة دي قبور تكون حجرت إلا قبور وحيلين مقع دير بقوا هذا قبور تاوحي مقع هذا سوق اللي دان الموقل خطا اللي يرضى قاري سميان ما تقاري سميان عمدا قبورها لانغاتا ويتغيان صلاه دي وكل حقبن حقا سالو يردوركي ولو توكن مايا هذا صلاه تكنيسو وان قبورته دنكا سو دخبخو جيدك يمات بنانك حيطانك قبورته دن لا اوغو سواء قبلها كاجر اما غدالها كاجرتو اما دخيدا كوجر ادي كوتا لا انت ساو يرودا ما حتا قبوري غالدا هوريكه غيدها تلالده غيسكودي اده هاندي كوتكنيا وا خطا بل صلاة اسم عيدو حيطانك قبرك لم أقلو سواء أما قبلها كاجرتو أما قدالها كاحكتو مركز يدي هذا حرادي كل حجرتو قبورت لكن هذي قبورت قدال كاجرتو وذ ميل مقع قبرنا كجرين وبنان كاتال وذ كنت أقول انتهي وذ كنت كرتا قبورت قلاش لها لكن حيطانك أما مقع قبورت انت شملسو انت كجرتو ميا لم أقلو وحكروا ما شرب عن مسألة برا رجينا صلاة الجنازة ده صلاة الجنازة ده قبور تروح تقول ما بنان ده مثل ما بنانه صلاة الجنازة ده قبور تروح تقول على الراجح ما بنانه قولي حنا بلا أولي متأخرين تو بدل أيا بنيسي إن لغو رح تكون كرو صلاة جنازة قبور ترحيد وحين الدليل سدين حديث كي قواتني مساجد كحاقي جرتي النبي انتو تقي قبر قادة قدرتو كذي حديث كاسي دليل سدين قولينا وحين ان صلاة جنازة لغو ما رح تكون كرو قبور عموم الله في صلاة بسوق ليس وصلاة كو وحاك لو انت سيدر حديث باو كسوك معلي حديث أنس وصو ساري ابن أعرابي في معجمه إمام طراني في الأوسط ديع المقدسي في المختارات هيثمي وصرت كيس حسن كدي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وكذلك الشيخ الألباني في الجامع الصقيق وصحيحه وكذلك وآد أوغاها لي كتاب كيسة أحكام الجنائز إنيسا بنانين قبورتا إني صلاة الجناس الوحد كتب
وحديث كلام في كساء وحيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنائز بين القبور إن لقدت كذا صلاة الجنازة على قبور الحيض وكوي عموم كهراء ولا تصلوا إلى القبور بيسوق لي عام كي صلاة الجنازة واحد ما يلقى كسارة ملها سيدة عن سنة لو سارة والله بي حديث كان أنس بابا كسوك نادي حديث كان بأمر كنا كتبه دلوب باهي وتراضى وضعيف واحد كن ضعيف سنة كان قل يها ووريكتي صحيحي إني قبور تروت كن كرسالة دارا وبنان تدهينا حديث كان بيلين وضعيف سنة كيسان وحاوي واحد كن ضعيف سنة كانوا إنك هذا خطب أمرك وحال سكوهر إيمان صلاة نبي صلى الله عليه وسلم وكدل تكذي هواني إذا قبر إذا مدفونة مياه مسوى غير مدفونة مثل حوالي مياه مسوى بنا كتان والله حوالي سمع ها صلاة الجناسة هذا تكني سنة ومد بنا كتان سمع ميت بنا كوي الله على قدر كده حيث محيط هاي مثل آسي يمد بنا كتان وقياس سمع ها قياس ما قياس هذا نساء هذا هو دليل كلام ما حديث كنبي وحاوي قياس أو قياس كلام يسوع جناسة النبي تكلي أو مدفونة أو الحبالي أو النبي خدر تكلي مد أن ولي الحبالي بان أو قياس كلام أو أيضا قبور تامو ده تكلم دليل كلام قياس قياس بالله تبين سما حديث بان لي من عنين القياس مع النص المعور وحاول إذا جاءت وحدي جري إلكيا على الرأسي الشافعي هذي إماته الدلة قياسين تيكو وح قياسه دويش على تقيس دارت وحاول ويبوب يسوي هو ده سجلسا إلى نصب ماشي حديث باب ماشي من هي إن صلاة الجنازة الأولى حتكون كني قبرت نص كاس آيات قياس كله هرتبت هذا قياس إن الناس يسكهر ما دان قياس هو ذو قاله وأبوه إلى نساء المسترد بالنص يها ولا قبر بريء أمرك قال يا أمرك ما شاء مري مثلا هذا كهرنا وهذا دورنا الأحمر تي ومثلا كذا دور قبرت كله حتكون هاي حديث كان مالك مرانا وقراه أي واحد من شعثيمين بابني صح شعثيمين وبني كتاب ممتع أي واحد كل هي صلاة الجنازة والله سو ربايا رك بدنا متأخرين وحنابلة دنا شعثيمين مالها دوم ربنا عيوا إسكا وقاركوا رك مجتهدين بعد دبق لها يو إسكا راعها شعثيمين ومجتهد مدى ماذا من حنبلي مجتهد وأن حنبلي شافعي المتقدمين تذو حيليهين وكراهة وإمام الشافعي وكمدي واللفظ الكراهة حدي عند السلف لا إدلاقه شافعي أحمد يوحي لم ومكروه نهار معنى تحريمه كما ذلك كذا نزى وحاوي نص إمام وحاوي غزالي يغيرك مستصفى وحكوليه حدو كإما اللفظ الكراهة شافعي أحمد يغير كذا سلف كا واللفظ التحريم يسكجر بكلها كو خلط من كراهة المتأخرين دم الغمة وذا كراهة التنزيه إيه وكراهة التحريم وحكو ذان وكذلك ابن قدامة مغنية وحكولي أحمد هدو كراهة له وحكو ذا تحريم مركا ويس سلمتين والرقاس وعوية وحي قوان إنه تحريمت على كل حال مسألة وحن وهذا وعوية ومسألة إن بدنا عن سمينه قبورتنا لانقاتنا إن بلوسمي ركبنا العلماء هذا كور عن كوضع هذا اللي إن الوجود كان كرين قبورتا جنازة وحاء احتياجية أمر وبفي عن قف كان ومركي أود ميسي ووحى بوقا بنكرت وشفاعة صلاة الجنازة هذا شيك كجلس كور وين أنصح ذي ما أنصحن هذا شيك كجلس ميت كان وهالكي وحى بوقا بنكرت هذا ما عنده سو مرة أنا إن البنان كان مساجد كتكت سيسن شفاعة عدن أدو شفاعة قايس المسلمين تقول تكن أيام بإشكال أوجل إلا واحد قال له قبلا كرت ما أنت ماله وين أنصح ذي ما أنصح أنت
isgarba duur lahayd oo dhii lahayd way ansaxday nabigaaba ku duurti koday qabri oo waad kale kuhi ilaa ma ansixin xadiid baa ku soo arooray war adi khuruujan min alkhilaaf wax allaa jirsiisow haddaaban ka baxna ka waran bannaanka geysanoon jinaasada ku soo tukan sogoma ficin hal iska jira marka haddii qof qaaribtaada uu geeriyoodo maalan junaase qabuurtaada u dhex tukan ka ha yeelin meesha lagu tukan kara bannaanka gee ila waa waxaad u heli kartay u dambaysay meydkaas salaada jinaasada oo lagu tukado qabuurtana waa qiyaas qiyaasna maca nas waxa weeye waa habaar manfuur halkaasi marka waxa weeye almasalada kay gudubo